خلينا نبلش أول شيء بعرايس الكفتة. مكونات: نحن بحاجة لبصلة مفرومة، بحاجة لنص ربطة بقدونس مفرومة، 250 جرام لحمة مفرومة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة قرفة، نص ملعقة صغيرة فلفل حامي أو شطة، وخبز لبناني أو شامي، وأربع طماطم مقطعة حلقات. اللي رح نبلش نعمله إنه عندنا الخلاط، رح نحط البصل والبقدونس حتى يبلشوا ينخلطوا مع بعضهم. البصل مقطع والبقدونس مقطع، لأنه مقطعتهم من قبل بوقت منهم بحاجة لكتير هرس. رح أرجع أحط اللحمة المفرومة اللي هي لحمة حمراء 250 جرام، طبعا لحمة بقر لأنه لحمة البقر بتحتوي على نسبة دهون أقل من اللحم الغنم. رح أحط القرفة، القرفة أنا كتير بحب استعملها لأنه بتشير ريحة الزفارة من الأكل، وهيدي الشطة للأشخاص اللي ما بحبوا الشطة فينا نستغني عنها ما في مشكلة، بس أنا بحب حطها لأنه كمان بتطيب الأكل، ولأنه كل ما استعملنا توابل كل ما كتير كنا بحاجة لاستعمال الملح، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن بدنا نخفف استعمال الملح بالمأكولات. حطيت ملعقة صغيرة ملح، أقل شوي كمان من ملعقة صغيرة إذا فيكم بيكون أحسن، وملعقة صغيرة فلفل أسود. حطينا كل شيء، هلأ بدنا نرجع نخلط حتى يصير عنا الكفتة. خليني اشوف، مبدئيا صار عنا كفتة. هلا الكفتة اللي انا عم بعملها رح تحسوا شوي انها قريبة على الحواوشي. طبعا الحواوشي فيه بصل اخضر وفيه فلفل، احنا الكفتة ما بنحط فيها فلفل. والكفتة اللي عم بعملها اليوم اللي هي عرايس كفتة لبنانية ما بتحتوي على دهون، يعني منا بحاجة لزيت حتى نحطه على العيش مثل ما بنحط على الحواوشي. هالكفتة صارت جاهزة مثل ما شفتوا، كتير هينة. وجود البقدونس والبصل مع بعضهم كتير بيحلوا الطعم. طيب هيدي المرحلة خلصت، هلأ تاني مرحلة هي انه افرد اللحمة اللي حضرتها الكفتة على العيش اللبناني. هيدا رغيف العيش اللبناني، مثل ما شايفين الفرق بين العيش البلدي المصري والعيش اللبناني انه العيش اللبناني أرق، يعني الكفتة اللي بدي اعملها عرايس ما بتزبط بالعيش المصري البلدي لانه العيش سميك. بعدين نحن من بعد ما نحط الكفتة ونقطعه رح نحطه على النار ينشوي نحمص العيش، فالعيش المصري رح يبقى شوي مش حلو كمان بالتحميص مع الكفتة ورح ياخذ وقت اكثر. وبرضه بدي اقول شغله كمان انه العيش اللبناني لانه العيش المصري سميك بيحتوي على كمية دقيق اكثر، يعني وحدات حرارية اكثر،
فالعيش اللبناني بيحتوي على وحدات حرارية أقل. وهيدا جوانتي حتى إذا عزت أمسك اللحمة بإيدي ما أكون عم بمسكها بإيدي على طول، يكون في جوانتي، لأنه دايما لما يكون في عنا لحوم نية إن كان لحمة أو فراخ أو سمك ني، فضل دايما نكون عم نمسكهم بالجوانتي حتى نمنع تكاثر البكتيريا وانتقال البكتيريا من اللحمة على إيدي على بعدين على المأكولات التانية، اللي ممكن المأكولات التانية كمان ما تكون رح تفوت على الفرن أو تنطبخ، فهالبكتيريا إذا ما انطبخت وهي موجودة على المأكولات التانية رح تسبب طبعا تسمم. انتوا عم بتحطوا اللحمة على الخبز أو على العيش جربوا ما تسمكوا، يعني بدنا نعبيها أكيد بس الطبقة ما تكون سميكة، لأنه طبعا اللحمة نية وبدنا نحطها على الجريل حتى تنشوي، ونحن بدنا إياها تنشوي بسرعة وتنشوي كلها، فالشواية ممكن إذا كانت اللحمة سميكة طبقة اللحمة سميكة ما تخليها تنشوي، وطبعا نحن أبدا أبدا مش عايزين ناكل العرايس وتبقى اللحمة تكون نية. بحط اللحمة على نص الخبزة نص العيش، برجع بزود طماطم. هلا هي عادة تنعمل بصلصة الطماطم، يعني بينحط عليها صلصة طماطم الجاهزة، بس طبعا بما انه نحن عم نحضر مأكولات
ماشي ما في وقت معين حسب قوة الشواية، بس أهم شيء مثل ما تكون ضلكم منتبهين لهم وما بتشيلون قبل ما اللحمة تستوي على الآخر، حتى ما يبقى اللحمة نية. طبعا اللحمة نية أبدا أبدا مش لازم نية.